رجعنا لكم مرة تانية وبنشكر زميلنا محمد عاطف على هذه الوقفة الرياضية السريعة في هذا الصباح، والطبع طبعا أكيد وقفتنا الرياضية مستمرة معكم على مدار اليوم. كتير مننا بيشوف التكنولوجيا الجديدة وبينبهروا بيها، بقينا بنسمع ميوزك ديجيتال على الانترنت وغيره، لكن بعض الناس بيبقى عندهم نوع من أنواع الحنين للماضي، وهي فكرة إن احنا نقتني حاجات تكون قديمة شوية وممكن ما يكونش حاجة بتشغلها، زي شريط الكاسيت. ما عادش في شريط كاسيت تقريبا في مصر او في دول العالم دلوقتي، لكن في ناس عندها فكره ان هي يكون عندها شرايط كاسيت. انا شخصيا لسه عندي شرايط كاسيت كتيره. في ناس بتحب الاسطوانات الفينيل بتاعت زمان، الاسطوانات السوداء اللي ناس كتيره ما تعرفش عنها حاجه. في ناس بتحب الاسطوانات اللي قبلها، اللي هي اللي بنشوفها في الافلام القديمه بتاعت ام كلثوم وغيرها. في العاصمه البريطانيه ناس كتيره مع التقدم الكتير اللي هناك عندهم نفس الفكره. في محل اسمه بريك لين، اللي بيروح هناك يقدر ان هو يشتري يا اما الاسطوانات يا اما شرايط الكاسيت، الاقراص المدمجه القديمه. يعني طبعا السي ديز برضه بقت اقراص مدمجه بقت قديمه. صحيح، بالفعل بحسب الاحصائيات في هذا المحل تم بيع 36 ألف شريط كاسيت هذا العام، وده الامر اللي بيراه كثيرون بيرجع الى حاله الحنين لدى الناس الى الماضي ورغبتهم في العوده اليه، حيث يسترجعون ايام شبابهم بينما يقبل جيل الشباب على هذا النوع من الوسائط الموسيقيه نظرا لرخص سعر بالمقارنه بتسجيلات الفينيل الحديثه والتي تصل الى ربع ثمنها. طيب لسه نتكلم عن الموسيقى وبنروح لألمانيا، والحقيقة بيانو عملاق. قام المصمم الألماني من أصل من لاتفيا دافيد كلافينز بتصميم أكبر بيانو عملاق في العالم، حيث ينبغي للعزف على هذا البيانو العمودي العملاق الصعود إلى شرفة قاعة الحفلات وتسلق سلالم ثم اعتلاء منصة قبل الجلوس إلى الكرسي الصغير أمام لوحة المفاتيح. طبعا احنا شايفين امامنا الان الفيديو اللي بيتحدث عن هذا البيانو العملاق. شايفين البيانو ده مش زي البيانو اللي احنا بنشوفه الاسود اللي دايما بيبقى مفتوح من فوق، لا ده بيانو معلق زي شايفين امامنا الاوتار متعلقه على الحيطه. الاطار المعدني الكامل لهذه الاله بيبلغ 6 امتار، مثبت بقوه على الحائط زي ما شايفين الاوتار قدامنا. بيقعد عازف البيانو امام لوحته في الحتة الصغيرة اللي قدامنا دي، زي ما بتشوفوا محتاج يطلع فعلا سلالم ويطلع شرفة. أطوال الحبال بلغت 7.4 متر. بيصدر هذا البيانو صوت قوي جدا وفريد من نوعه، بالإضافة إلى أن البيانو غير أنه هو بيتميز بحجمه الجديد، فغياب الصندوق الخشب اللي احنا اتكلمنا عليه والشكل التقليدي للبيانو عامل للجمهور رؤية وفكرة جديدة، بالإضافة لأن هم بيشوفوا طريقة عزف البيانو قدامهم كمان، بيستمتعوا للموسيقى بدون أي حواجز عشان تدريجات الصوت كمان هتكون أوضح وأقوى. هنروح لفرنسا، وطبعا كتير من الناس بيحبوا الطيران بالمناطيد. المنطاد طبعا احنا عندنا في الاقصر مجموعه مناطيد جميله جدا، يعني ولا مهرجان فعلا. واحنا خلينا في فرنسا، في مهرجان فرنسا. هذا المهرجان يعني طار فيه 400 منطاد فوق شمال شرق فرنسا في عرض رائع لهذه الرياضه، وده عامه ال30، يعني بقاله 30 سنه في هذا المهرجان، وهو جراند ايست مونديال اير بالونز، وبيضم مئات الالاف من الزوار للمشاركه في مهرجان بالونات الهواء الساخن في مطار تشامبلي هيجفيل. وبيمكن للجمهور القيام برحله لمده ساعه تقريبا، وبيمكنهم ايضا الفوز في مسابقات الصعود الحر. بيشارك في المهرجان الذي يستمر لمده 10 ايام اكثر من 500 منطاد، ما يجعل هذا اكبر مهرجان للبالونات في العالم، حيث تشارك فيه 50 دوله
وينظم كل عامين. وسجل المهرجان قبل عامين الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من البالونات في الهواء في نفس الوقت في أقل من ساعة، حيث كان العدد 456 من طاقة. وطبعا ياريت ان احنا برضو حاجات زي دي ممكن تكون بسيطة وعندنا منها، نعمل مهرجانات زي كده مش لازم في الأقصر بس، ممكن نعمل في الغردقة، ممكن نعمل في القاهرة، بس طبعا عشان المطار يكون بعيد عن المطار، ممكن نعمل في اسكندرية، يعني غير ان هي سياحة نوع من أنواع السياحة، لكن فكرة المهرجانات بتشجع الناس على ركوب نوع جديد من المخاطر اذا كان في ناس بتحب او بتخاف من الطيران. صحيح، لها هواية طبعا يعني. طيب بكده بكون انتهت فقره اخبارنا، وبنبتدي معاكم جوله وقراءه في عناوين صحف القاهره الصادره اليوم، وبنبتديها من جريده الاهرام، والعنوان الرئيسي في جريده الاهرام وعلى الصفحه الاولى: مصر تسعى لاقامه دوله فلسطينيه عاصمتها القدس الشرقيه، السيسي التنسيق مع الاداره الامريكيه لترسيخ السلام بالشرق الاوسط. طبعا مبادرة هامة جدا من مصر. وخلونا ناخد تعليق من الأستاذ سيد هاني كاتب الصحفي بجريدة الجمهورية المتخصص في الشأن الدولي. صباح الخير يا أستاذ سيد. صباح الخير يا أستاذ حسام، تحياتي لحضرتك وللأستاذة آلاء حامد. صباح الخير. ولأسرة العمل بالبرنامج. كل سنة وانت طيب يا أستاذ سيد. طبعا أيام قليلة والعيد الأضحى يا رب بالخير علينا جميعا وعلى مصرنا الجميلة. ربنا يجمعنا إن شاء الله للسنة الجاية. أستاذ سيد، خليني أسألك تعليقك إيه على فكرة أن مصر بدأت في الدخول في قصة طبعا واستمرار، وتعليقك على الخبر اللي هي مصر تسعى لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية والسيسي التنسيق مع الإدارة الأمريكية لترسيخ السلام بالشرق الأوسط. هذا موقف ثابت لمصر أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المقابلات التي جرت مع أطراف دولية سواء كانت أمريكية أو أوروبية. نعم. هذا التصريح جاء في إطار استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لجاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، ومعه جيسون جرين بلات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للمفاوضات الدولية، وبراين هوك المستشار السياسي لوزير الخارجية الأمريكي، في حضور السيد سامح شكر وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. نعم. جاريد كوشنر بيقوم حاليا بجولة في منطقة الشرق الأوسط، الهدف منها هو تهيئة الأرضية السياسية في المنطقة لطرح ما اصطلح عليه إعلاميا بصفقة القرن التي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها سوف تعلن عنها خلال الأسابيع القادمة. ولكن في هذا الإطار أيضا إذا بدأنا بالجانب العلاقات الثنائية، الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، ونفس الجانب الأمريكي أكد على نفس الشيء من جانبه. لكن المهم في كل هذا اللقاء هو ما يتصل بأفكار الولايات المتحدة التي اصطلح عليها إعلاميا بصفقة القرن. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على دعم مصر لكافة الجهود التي تبذل لإعادة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وحل القضية الفلسطينية على أساس المرجعيات الدولية التي تتمثل في قرارات مجلس الأمن التي تعبر عن إرادة المجتمع الدولي، وكذلك لدينا خارطة طريق تتضمنها المبادرة العربية للسلام التي أكدت عليها واعتمدتها القمة العربية في بيروت عام 2002. نعم. ثم اعتمدتها أيضا القمة الإسلامية التي تلت ذلك، وهذه المبادرة تضمن الأمن لإسرائيل وفي نفس الوقت تضمن للفلسطينيين إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذه ثوابت أساسية لا يمكن أبدا التنازل عنها أو الحيد عنها، وأي حل أحادي أو أي تحرك أحادي سيكون مرفوضة من الجانب العربي. صحيح. نعم. وطبعا مصر دائما قضيتها الأولى عربيا ما زالت القضية الفلسطينية اللي بتسعى على كافة المستويات يعني إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الصراع. أكيد. طب خليك معنا يا أستاذ سيد هاني وهننتقل لموضوع آخر. وفي جريدة الأخبار الصفحة الثالثة: مباحثات إثيوبية بأديس أبابا لاستئناف مفاوضات سد النهضة. يعني أستاذ سيد، يمكن كنا اتكلمنا مع حضرتك الأسبوع الماضي، ده كان
أيضا بعد استقبال السيد الرئيس لوزير خارجية إثيوبيا، وتكلمنا عن مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا في ظل يعني تحسن العلاقات بشكل كبير وتقويتها في الفترة الأخيرة، وفي ظل أيضا اتفاق المبادئ اللي أعلن عنه في الخرطوم من بضعة سنوات واستكمالا عليه. حضرتك شايف مستقبل المفاوضات في يعني الخاصة بسد النهضة إلى أين تتجه، وكيف يمكن أن تنتهي لصالح الدولتين مصر وإثيوبيا؟ بالضبط زي ما حضرتك أشرتي، الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل منذ أيام قليلة وزير الخارجية الأثيوبي حاملا دعوة لمشاركة مصر في المفاوضات التي تجري بأديس أبابا حول قضية سد النهضة. لعلنا نتذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال هذه المقابلة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة. إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة أكد على عدة مبادئ بيأتي على رأس التعاون بين الدول الثلاث لتحقيق المنفعة المشتركة، وأيضا المكاسب للجميع، واحترام مبادئ القانون الدولي وحسن النوايا، والتعاون في تفاهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب. أهم ما في كل ده هو إخلاص النوايا كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء القمة الثلاثية التي عقدت في الخرطوم في 23 مارس 2015، واعتمدت إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة. المهم في هذا الموضوع هو أن القيادة الحالية في أديس أبابا تتعاون مع مصر بحسن نية وبإخلاص وبحرص على عدم الإضرار بمصر فيما يتصل باحتياجاتها المائية. أبي أحمد رجل منفتح ورجل عقلاني ورجل لا يقبل أن يستخدم كأداة لقوى إقليمية ودولية كانت تخطط للإضرار بمصر عبر إقامة سد عملاق في أثيوبيا لحجز المياه النيل عن مصر، لأن بتتجه الأزمة نحو الحل. أعتقد أنه سيتم الاتفاق على زيادة عدد سنوات تخزين المياه خلف سد النهضة حتى لا يقل مستوى وكمية المياه التي تصل إلى مصر، وإن شاء الله الأزمة دي تنتهي بما يحقق المنفعة للجميع. أكيد بنتمنى ده، وبنشكر حضرتك جدا أستاذ السيد هاني الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية والمتخصص في الشأن الدولي، شكرا جزيلا. خلونا ننتقل لجريدة الجمهورية، وفي الصفحة الثالثة المالية تعلن قواعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الحافز التكميلي للمعينين والمتعاقدين بمكافأة شاملة من أول يوليو 2019، واستمرار صرف مكافآت جذب العمالة والحافز التعويضي وبدلات التفرغ والإقامة. وطبعا يعني في متن الخبر الوزارة أكدت أن الحد الأدنى إجمالي الأجر يشمل الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي مضافا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة في المزايا التأمينية اللي بتؤدى عن الموظف أو العامل في تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء، موضحا أن الأجور المكملة أو المتغيرة تشمل كل المكافآت والبدلات والمزايا النقدية التي تصرف لأغراض لها الصفة العمومية أو بصفة جماعية أو شهرية أو دورية. وطبعا أكيد ممكن تكملوا هذا الخبر لأنه طويل شوية وفي معلومات كتيرة، ممكن نكمله من الجمهورية من الصفحة الثالثة. طيب نرجع مرة تانية لجريدة الأهرام في الصفحة الأولى أيضا، ومتابعة طبعا للمؤتمر الوطني السابع للشباب والتوصيات اللي خرج بيها. بنقرأ هذه العناوين: تحركات مكثفة لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، 104 مليارات جنيه للتعليم و73 مليار للصحة و327 مليار و700 مليون للحماية الاجتماعية. أيضا في نفس الإطار من جريدة الأخبار في الصفحة السابعة في شباب جلسة اسأل الرئيس، سعداء باختيار أسئلتنا ورد الرئيس عليها باستفاضة، فكرة التواصل مع الرئيس عبر الإنترنت عبقرية وتفتح لنا الأبواب، رئيس الوزراء تكليفات فورية لتنفيذ توصيات المؤتمر، إطلاق مشروع قومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا والتحول الرقمي. وخلونا نستضيف الأستاذ إبراهيم الشهاوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الهاتف. صباح الخير يا أستاذ إبراهيم.
صباح النور على حضرتك وعلى كل متابعي قناة النيل الأخبار. صباح الخير. صباح الخير. يعني أستاذ إبراهيم، طبعا إحنا يعني من الحاجات اللي توقفنا عندها جدا في المؤتمر الوطني السابع للشباب اللي اطلق وانتهى مؤخرا، كانت مبادرة إطلاق مبادرة حياة كريمة والإعلان بشكل أكبر عن تفاصيلها، وأيضا جلسة الرئيس بما احتوته من أسئلة الحقيقة كانت بتشغل بال معظم المصريين، وجاءت على لسان الشباب اللي يعني قدموا هذه الأسئلة في المبادرة، وأجاب عليها الرئيس بكل صراحة وشفافية زي ما عودنا. حضرتك يعني تابعت هذه الأمور إزاي وتوقفت عندها إزاي؟ يعني هو بالتأكيد يمكن مؤتمر الشباب النسخة السابعة كان بيركز بشكل رئيسي على قضية العدالة الاجتماعية، وأعتقد أن ده كان انعكاس واضح جدا لنجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأعتقد أنه هناك نوايا جادة من الحكومة، ويمكن كانت مؤتمرات الشباب دوما هي مؤشر على حركة الحكومة واتجاهات الحكومة على الدوام. أعتقد أنه برنامج أو مشروع رفع كفاءة برنامج حياة كريمة في اعتقادي بيقدم نموذج جديد من العدالة الاجتماعية بتشوف فيه الدولة المواطنين مش على أنهم يعني كتلة جماهير من 100 مليون، وإنما هي ترى الفئات المستحقة للدعم، وحاول أن تقدم هذا الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. بل كمان الدولة بقت في نظرتها تنظر نظرة نوعية تجاه المواطنين، يعني ذوي الإعاقة أو متحدي الإعاقة بقوا مرئيين بشكل مباشر من الدولة، وبتحاول تقديم الدعم المعنوي والمادي ليهم، وبتحاول تدمجهم بكفاءة داخل المجتمع. نفس الوقت بالنسبة للمرأة بقى في تناول قطاعي لفئات متعددة من المجتمع، على اعتبار انه مفهوم العدالة الاجتماعية هو شيء اكبر من كيس السكر والزيت، يعني هو منظومة كاملة بتتيح كفاءة الفرص للجميع، بتوصل الدعم الى مستحقيه. ويمكن جزء كبير من التصور اللي طرحه السيد الرئيس حتى عن برنامج رقمنة العمليات الحكومية او الحكومة الإلكترونية بشكل مبسط، الإلكترونية بشكل مبسط، أعتقد أنه كان طرح الرئيس فيه أنه بعد تطبيق هذه المنظومة سيكون لدى الدولة القدرة على تحديد من هم الفئات الأكثر احتياجا لتقديم الدعم لها بشكل مباشر. حتى السيد الرئيس قال بوضوح شديد أنه مش هحتاج حد يقدم لي طلب عشان أقدم له احتياجه، لأن هوصل الاحتياج للمواطن. احنا بنتكلم حوالين بلد بيسعى لتقديم نموذج جديد من العدالة الاجتماعية، بلد بيؤكد انه اصلاح الاقتصادي هو عملية اعادة هيكلة لاعطاء الحق الى مستحقيه، وليس كي يكون الدعم كي لا يصل الدعم الى مستحقيه، او يصبح الدعم وسيلة من وسائل الثراء الغير شرعية، لانه الدعم بصورته القديمة كان اقترن بفساد، فساد في التوزيع وفساد، وأصبح كمان جزء من معوقات التنمية. أعتقد أنه المؤتمر بشكل عام بيتطور، واستمرار والقيادة السياسية فيه وإصرارها على استمرار. وأكثر تطور في هذا الموضوع طبعا فكرة أن الناس تبقى عارفة إيه اللي بيحصل في الدولة المصرية بكل صراحة وشفافية، وفكرة أن الرئيس بيرد بكل صراحة وشفافية على الأسئلة اللي وردت عبر الإنترنت وعبر المؤتمر من الشباب. سريعا تعليقك على هذه النقطة تحديدا. لا أعتقد أنه دي كانت تجربة جيدة جدا، وتجربة التفاعل المباشر مع الشباب عن طريق اسأل الرئيس، وإن كان مؤتمر الشباب كله أساسا أنا بعتبره هي أكبر حالة حوار مجتمعي صحيح حصلت في مصر خلال السنوات الماضية. وأيضا بقى النقطة اللي حضرتك أكدت عليها وقلتها من شوية، حدث في مؤتمرات الشباب أكبر عملية إفصاح بالمعلومات الحكومية والأرقام الرسمية في تاريخ مصر. كنا قديما بنعاني شوية من أنه مصر فيها فقر المعلومات، لكن في خلال 7 مؤتمرات وطنية تم طرح كل الأرقام من كل الوزارات بكل شفافية ونشرها على أوسع نطاق المجتمع. بقى الشباب والناس كلهم متابعين كل أرقامنا وكل إنجازات الدولة المصرية. أنا بشكرك أستاذ إبراهيم الشهاوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على هذه المداخلة.
طيب نروح لجريدة المصري اليوم وفي الصفحة الثالثة، التعليم العالي 117 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية، اختبارات إعادة القبول بمدارس المتفوقين 4 أغسطس، وده استجابة للأهالي. وفي تفاصيل هذا الخبر قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشرف العام على مكتب التنسيق إن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 117 ألف طالب، وأشار إلى انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة. وأشار أنه تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ أمس الأول وهيستمر حتى مساء الأحد. وآخر أخبارنا خبر تكنولوجي، خبر يعني يفتح أفاق المصريين للعالمية. مصر بتطلق قمرها الصناعي الثاني في سبتمبر بتصميم محلي 100%. شارك في هذا المشروع 23 مهندس متخصص. في متن الخبر بيقول الهيئة القومية للاستشعار عن بعد تطلق القمر الثاني مصر الصنع، وذلك بعد أن نجحت الهيئة في إطلاق القمر الأول من قاعدة كيب كنيفرال بولاية فلوريدا الأمريكية. وبنتكلم عن البرنامج. البرنامج بدأ منذ عامين في 2017 بمشاركة 10 جهات بحثية وصناعية محلية، وذلك بهدف تنفيذ وإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية مصرية الصنع بالتعاون بين الجهات المختلفة بالدولة. وزي ما قلنا شارك في هذا المشروع 23 مهندس متخصص. القمر الصناعي الثاني بيتميز بتقنية تصوير حديثة، قدرات تخزين عالية. انتهت الهيئة من عمليات اختبارات التأهيل الفضائي ومراجعة الأمان استعدادا للإطلاق بجامعة كيتا كيوشو باليابان من خلال اتفاقية خاصة بإطلاق الأقمار الصناعية البحثية. وأكيد القمرين الصناعيين بيحققوا نقلة نوعية في برنامج الفضاء المصري والاستشعار عن بعد. هي بالخبر ده بتكون انتهت جولتنا في أخبار الصحف الصادرة اليوم، وبتنتهي أول فقراتنا من هذا الصباح النهاردة. نروح لموجز الأنباء مع محمد شعبان، وبعد الموجز والفاصل بنرجع لكم وأول حواراتنا في هذا الصباح. اتفضل.